مراج اليوم يعني مراج اليوم واللي تبعته معنا كان يتعلق بالاستماع يعني لاحد المتهمات في هذا الملف واللي يعني تم مواجهتها بمجموعه من يعني الرسائل النصيه والمكالمات الهاتفيه اللي كانت الفرقه الوطنيه ضبطتها واللي من خلال عرضها انا اللي تيهمني باعتباري محامي الدكتور حسن التازي انه ولا مكالمه واحده جاء فيها انه الدكتور حسن التازي كان على علم او كان موافق او كان عنده خبر. اكثر من ذلك الزوجه ديالو كذلك ولا مكالمه واحده تشير الى انها كانت على علم او كانت على معرفه بما يروج. الاخ ديالو كذلك. ولكن اللي كان جميل اليوم انه في جواب هذه المتهمه على جميع اسئله المحكمه قالت بانه الدكتور حسن التازي لا علم له والسيده مريم تشقرو لا علم لها ولا يد لها وان هذا العمل كانت تقوم هي بشكل ارادي وتلقائي باعتبارها فاعله خير بالتنسيق مع مديره المصحه بخصوص اشخاص ثبت انهم معوزين ولا يتوفرون على لا تغطيه صحيه ولا شيء اخر ولا تامين وانهم لم يستطيعوا اداء المصاريف الطبيه. ولكن اللي انا اليوم تنشير لي واللي شارت هذا المتهم هو واللي غتخصكم تسالوا لي جميعا هو انه هاد الاشخاص اللي جاءوا نتيجة عدم تمكنهم من الاستشفاء في المستشفيات العمومية. اليوم الشخص اللي كيضطر يجي لمصحة خاصة لأنه ما كاينش إمكانية ديال الاستشفاء في المستشفيات العمومية. لذلك اليوم ها يعني نحن نحاكم هؤلاء الأشخاص ولكن اللي خاصو يتحاكم بجهات أخرى اللي ما وفرتش الصحة والتطبيب للمواطن المغربي واللي تتفرض عليه وتتخلي أنه يمشي للمصحة الخاصة ويدخل هو ما عندوش. هو ما عندوش ويدوز ويستلف المستشفى وفي الاخر يبقى عاجز على الاداء ويكون مضطر الى البحث على اشخاص محسنين متبرعين لاداء المصاريف الطبيه. وتنعتقد انه الموقف يعني اللي اخذه صاحب الجلاله يعني في هذا المجال وفيما يخص التغطيه الصحيه هو اللي جا الحل الامثل لوقف هذا النزيف ولفوق هذه المعاناه اللي تعاني منها المواطن المغربي. وتنعتقد بانه احنا كمغاربه ما غاديش نبقى وقت طويل وغادي نوليو كلنا عندنا الامكانيات ديال التوفر على صحه في المستوى. فيما يخص يعني المبالغ اللي تم تداولها يعني المبالغ اللي تم تداولها كانت واضحه انها فعلا هذه السيده توصلت بهذه المبالغ وادت بها فواتير تخص اشخاص تفادوا من التطبيب ولم يكن لهم الامكانيه للاداء. دوالي. انا البراءه مؤمن بها من المرحله من اللحظه الاولى لانني مؤمن بان المدرسه هذا الملف كنت امن بانه الدكتور حسن التازي ليس لا من شيمي ولا من خصاله وما محتاج انه يمشي يطلب 1000 درهم و 2000 درهم هو عنده ما يزيد على 5 المصحات. هذا رجل غير محتاج لهذا الشيء. الحواري يقول البعض ان ليست قضيه في الاصل ومتشابكه. انا اتحفظ على الجواب نخلي المواطن هو يقيم. فنعتقد انه اليوم اليوم خرجوا سياسيين مغاربه في مواقع وفي مواقف عده تيقولوا ارحموا الدكتور التازي الدكتور التازي ليس مجرم. وسؤال و... عريض استاذ ملي كنقولوا ارحموا راه تعرض ريض ينتظر الرحمه من القضاء. انا انتظر اولا ان تكون الرحمه من القضاء وانتظر ان انا اعرف ان قضاء المغربي قضاء شجاع وانه لا نحتاج باش نطالبوه بالشجاعه وان يقول كفى من هذا العبث كفى من هذا الظلم كفى. يعني الامور تبينت والصوره اصبحت واضحه. صحيح يمكن يكون في الاول كانت واحد شويه ديال الضبابيه الامور غامضه ولكن تنعتقد انه اليوم من يتم الاستماع للطرف الرئيسي في هذا الملف تم توضيح الامور بشكل جلي وتم التاكد من انه لا الدكتور حسن التازي ولا الزوجه ديالو ولا الاخ ديالو لهم علاقه بهذا الملف بالبلاد. معذره انا باقي عندي التزام. سمحوا لي الخسائر الماديه اللي كتكبدها المصحه يكفي ان نقول بانه ما يزيد على يعني على 5000 شخص اللي اليوم تشردات واللي يعني اليوم تعيش الضياع واللي مجموعه منهم مشاو رفعوا دعاوى على المصحات والمصحه راه اليوم في تعيش اغلاق تعيش كاسات تعيش افلاس. واعتقد بان بلدنا في حاجه الى مصحات لا الى تدمير مصحات. استاذ سؤال اخير في السابقه في تاريخ القضاء المغربي الغيت الديباجه صح ان ننتظر ان تلغى القضيه. انا مؤمن باننا نقوم بدورنا واننا امام قضاء نزيه وانه النتيجه ستكون خير ولن يكون خيرا الا الحكم بالبراءه في هذه الحاله. بامان الله معذره لانه لا 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 لا, لا, لا معذره. مشوا معنا هذه المحاكمه. هذا المحامي ديال المحامي ديال محامي دكتور التازي كيف ما جيتوا معنا ديال القاعه 8 اللي كانت فيها الجلسه تاجلت الجلسه الى تاريخ رشيد.
الى تاجلت الجلسه الى 27 بشهر 10. متبعي ومشاهدي جريده شعبير، استودعكم الله في مباشر اخر، الى اللقاء.